اتخذت الوزارة عدد من الإجراءات الصارمة للسيطرة على فوضى المدارس الخاصة والدولية في مصر مع قرب بدء العام الدراسي الجديد يوم 23 سبتمبر الجاري. وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كتاب دوري ألزم خلاله مديري المديريات التعليمية بضبط منظومة التعليم الخاص والدولي من خلال إعداد قاعدة للبيانات الإلكترونية عن المدارس الخاصة التابعة لكل مديرية وتصنيفها وفق المنهج الذي تدرسه وموافات الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة بنسخة منها.